أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا نحو رضائك وصل على من أوتي جوامع الكلم من بين أنبيائك ورسولك وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من آله وصحبه وأزواجه وأحبه وعلى المتقين بهم في مصادرهم ومواردهم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تؤاخذنا بالفرطات الماضيه، وسدد امورنا في الحال والاستقبال، واحفظنا من الاعلال والاختلال، في الاقوال والاحوال والافعال. وارزقنا يا الله صحيح النيات في ابواب الخيرات يا رب العالمين. اللهم اجعل اول مجلسنا هذا صلاحا، واوسطه فلاحا، واخره نجاحا، اللهم اجعل اوله رحمه، واوسطه نعمه، واخره تكريمه ومغفره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته واظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه، اللهم ايقظنا في احب الساعات اليك يا ودود، اللهم استيقظنا من الغفله الى الحضور امامك وامام الرسول وامام المشايخ، اللهم انا نسالك ما سالك عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبتك ومعرفتك يا الله يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك التوبه والانابه والاستقامه على الشريعه الغراء والطريقه البيضاء اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين اللهم يا الله كما تاكل النار الحطب هكذا الحسد المتاصل فينا ياكل جميع اعمالنا خلصنا منه وخلصنا ايضا من الغضب النفساني ومن نفس الطفل ومن نفس المذمومه اللهم بدل كل اخلاقنا الى اخلاق حسنه وافعال حسنه ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شاننا وشان المسلمين. وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين سلطان الانس والجن سيدنا مهدي عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا شعب الله فايز دغستان اللهم انصر اولياء الله انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه إياك <applause> 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 <applause>, <يصف> صراط الذين <سؤال> أنعمت عليهم وغيرهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم والحمد لله رب العالمين